السلام عليكم خوتي المغاربه داخل ارض وطن اخر، ارض وطن مع عبد الغني الفطومي. حاول واحد في شكل تضامني بمن تحيه التشارك بخصوص المعتقل عبد الله فرحان الذي تم ترفيع عليه تهم تجاره في الاقراص من طرف امن التشارك، يعني كما تشاهدون. تابعوا معنا هذا البث منقول من حيث التشارك حول اعتقال عبد الله فرحان المودع في سجن الدل والعار عكاشة بتهم ورفق الاقراص. داخلين معنا كنطلب منكم انكم تبارطاجيو، يعني راه كاين واحد الاعتقال تعسفي في الحق مناضي حركه 20 فبراير انسيقيه التشارك بتهم موفقه من طرف امن التشارك. غضب حرارة التشارك حول هذا الاعتقال
حضور عائلة المعتقل أمه. شفارة فوق القانون ضروري العائلة عبد الله ماشي وحده عبد الله ماشي وحده ومعاه حنا يا كاملين والمخزن اللي جده ومعاه حنا يا مفكر المعتقل عبد الله فرحان اللي غيحكي لنا التفاصيل الملابسات ديال الاعتقال ديالو. الاخ ديالي اخويا هو واحد الشخص اللي ما تيتقرقبش ولا علاقه له بالشي بيع الفانيد او لا شدوا هذوك الناس حيت هما كاينين واحد البزنازه كبار في هذيك المنطقه باش يغطيو شدوه داروا ليه واحد التهمه اللي شدوه مع واحد باش يغطيو على داكشي اللي تيديروا هما اللي تياخذوا من عدد كل بزنازه الكبار. حنا دابا تنطالبوا فتح تحقيق دقيق باش نثيقوا في هذه الدوله هذه باش نبقاو نعيشوا فوق منا. لكن هذا الظلم هذا غادي يبقى هاد الحد. حنا ما بقيناش باغيين نعيشوا في هذه الدوله. لا 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 هاد التلفيق التهمه اللي داروا ليه عجيبه توما الاقراص المهلوسه يديروا لي تحليلات هذا الشخص هذا كما تيقولوا هما راه لقيناه مقرقب تافاق من الوعي ديالو عبش حققنا معاه وقر هذا السيد هذا يديروا لي التحليلات لقوه مقرقب وقالوا لك عنده التليفون باش يعيطوا عليه الكليان اللي تيبيع لهم الفانيت يمشيو يديروا الريزيلطا ديال هذاك التليفون ديال هذوك الكليان. هاد الناس هادو او ياخذوا البصمات ديال داك ياخذوا البصمات ديال هذاك المحجوز وهاد السيد هذا يجيو يسولوا على هاد الناس هاد الجيران كاملين. وهذاك النهار اللي هما تيقولوا هاد السيد هذا اش نقول لك اخويا اللي تيقول لك ما عنده ما يدار هما راه مقيدين ليه في المحضر بالله راه سدور راه لحان ها هو السبوت ديالو ها هو باش يقولوا هما ما عنده ما تيدار الشيط هو ما عندوش العائله ها هو هذا اللي تيبيع الفينيد والحشيش انت ها البوست ديالو هما السلعه هاي ها هو انتم الناس شوفوا الناس السيد اللي قالوا هو تيبيع الفانيت هاد الناس اللي قالوا 15 يوم باش يفكر هو باش يبيع الفانيت هاد السيد ملقى ما يبيع ها هو البوست ديالو هاي السلعه غير صب على الشق هاي غيبيع فانيده ب10 دراهم ها هو قبسين تيسوى 16 درهم جمله كيف تتعرفوا معنا اليوم؟ شهادة مع الجيران شوف لي معه السلام عليكم حاجة بخير لاباس عليك الحمد لله بغينا شي تصريح الوالدة بخصوص الاعتقال ديال ولدك الحمد لله هانا دير فوق عبد الله حضر وليدة وعبد الله حضر وليدة أنت أم المعتقل أنا أم المعتقل عبد الله ما كياكلوش الحرام ولدي ما كيعيش فيه لون نعلم على ولدي أنا نخاف من الله باش غادي يقتل ولدي الناس ونعيش ولدي نشوفه أنا ما كنعيش ولدي بالحرام كنتحرق كنتشوق على ولادي وباهم الله يرحمه
ما كيعيش في الحرام، ما كاينش بيعيش في الحرام. عمر باه ما دقش في الكوميسارية، عمرني انا ما شفتش محاكم. وناكل الحلال، كنشرب الحلال، نعيش الحلال، الطيب الحلال. انا ولدي بين ايديهم وبغيتهم يحنوا فيه، ومن غادي يتعدى يرفع رايته ويرفع رايته. ولدي راني معاه الماس على هاد الشيء، راه ولدي ما كيبيعش، ولدي عمره انا راضيه بي. واحد من هنا يقول على ولدي، راه ولدي ما كيبيعش، راه ولادي كيدردفوا على كرارس ويبيعوا وداك الشيء اللي كان ناكلوه. وحنا مظلومين، وحنا مظلومين، انا مظلومه، انا مظلومه، انا مظلومه. انا بنت الدار البيضاء وراني عروبيه، انا بنت كازا وانا راني عروبيه. كناكل الحلال، كناكل الحلال، كنشرب الحلال. خواتاتو غادي يموتوا، خوتو غادي يموتوا، اختو خواتاتو غادي يموتوا، غادي يموتوا. ما كيدير ولدي واحد. ولدي خدمته خاطر يبيع ويشري، ضروا الصدور في العينين. كان يخدم مع خوه في هذا الحي، ملي ضروه العينين عاد يبريكولي كل نهار واش يدير. يدي مع خوه خاطر يبيع، خاطر يجي الماسيره اش مشى يدير فيها. كاي خاطر يبيع سروال، سريولات يبيعهم ديال الحلال، ماهيش الحرام. احرام الحرام، احرام الحرام، احرام الحرام. ما كنطالب ولدي حقه، وبحقه، بحقه كتستم. انا كنطيح في الباب ديال عكاشه، حنتي ما كان معمرني، انا كنسخف، انا كنطيح فيها. ما كان انا تحشيت، انا صايمه ليل ونهار. انا على عبد الله كون علمت عليه كيبيع، راني ما نوسخش راسي مع الله سبحانه وتعالى. أنا والله إلا داود دربنا بالله وكنشهد بها. أنا والله إلا داود دربنا ود حي ديالي، وأنا كون كان يبيع هاد الشيء أنا نبغي نصر السلطة عليه، ولكن هو والله ما كيدير هاد الشيء إلا كان ظلموه. والله إلا ظلموه، بالله العلي العظيم إلا ظلموه، ما كيديرش هاد الشيء. أنا كنشهد بها، إلا كان هاد السيد كيدير راه حتى أنا كنبيع. أنا عندي جوج وليدات وعامل في النظافة، وكنشهد من هاد الدري والله إلا مظلوما، والله الا مظلوما. يوميا انا كندوز عليه من هنا مريح وبفتين وكندوي معاه، وكاين شي كيبريكولي مع نسيبي. وهاد الناس والله الا ظلموه، والله الا ظلموه، والله الا ظلموه. الله يطلق سراحه، الله يطلق سراحه. كتكون حداهم ياك؟ عندنا شهاده اخرى ديال واحد احد الجيران ديالو اللي غيعطينا واحد التصريح. واخا نعطيو لهاد السيد. الو السلام عليكم خوت الدري هذا عبد الله فرحان، تنعرفو مده من نهار بزاف. انا ما عمرني شفت تحرقم. تيخدم صدور مع خوه، كان تيخدم صدور شويه ولا تيخدم صدور في الحوان. ما عمرني شفت تحرقم. السيد هذا ظلم مشى هكاك. السيد لفقوا ليه التهمه هذه، لقاوه سبب بريكه. الدري الله يعرف واش نعرفو انا تيكمي دايز بريكه. قال لي واحد عطيني الشاعر، عطاه الشاعر توقفوا عليه مولي الوقت شدوا هو وياه، حقه والواد حقه الدري هذا شويه تتبيعه. يعني هادشي كان والو ملفق ما كاينش. كاع اللي كاع ممول ديال شدوا هما راه عارفين فانيد، عارفين كلشي كاين. هادشي اللي كاين شهاده ديال الحق. انا تنتوجه للمسؤولين بهذ الكلمه يعاودوا تحقيق. هذوك الناس راه ما داروا لا تحقيق لا والو، ما داروا لا بحث لا والو. الملف رجع عندهم وتعاود بحث عاود ثاني من جديد، وتقدم الوكيل المالي. هادشي راه حشومه وعار الدري يمشي للحبس. هادشي تنوصل هاد الرساله تنبغي نوصلها للمسؤول. حنا راه مقموعين في هاد البلاد هادي. قلت لك الاخ، قلت لك الاخ، حنا كنقولوا هاد الشيء. احنا ماشي ضد السلطه، ولا احنا كننصروا السلطه على الناس اللي كتروج للمخدرات، ولا احنا عندنا ولادنا عندنا بزاف. ولكن هذا السيد والله الا مظلوم، وكنطلبوا من عبد الطيب الحموشي يتدخل في هذه القضيه هذه. والا كان هذا السيد كيبيع حنا يتابعونا، حنا نمشيو للحبس، حنا راه كنبيعوا. هذا السيد والله الا مظلوم، والله يطلق سراحه، والله يطلق سراحه. هذه شهاده بعض ابناء الحي بخصوص اعتقال عبد الله فرحان. كيف تباتوا معايا؟ يعني نقول اللهم ان هذا منكر. هذا الامن اللي كتصيفطوا انتم باش يجي لفق التهم لولاد الشعب، سيروا حميوا
حموا المصالح ديال المواطنين. اشو الفضيحه ديالكم في الوصلات ديال الاغتصاب ديال الفساس؟ كفى بارك من القمع ومن الظلم ومن التلفيق التوام. انا باغي ما كاينش الشعب المغربي ما غيركعش ليكم. انتم هما دابا ما عندكمش مشكل مع عبد الله فرحان او لا مع سميتو، وانما مع الشعب المغربي. راه في يومه الثاني من الاضراب الانذاري عن الطعام لمده 72 ساعه، واللي دخل فيه البارح احتجاجا على التلفيق التوام اللي لفقاته فرقه مكافحه المخدرات مولاي رشيد. راه هو اليوم في اليوم الثاني من الاضراب عن الطعام احتجاجا على التلفيق التوام اللي تلفقات ليه. هذا اخبار الناس اللي كيسكنوا، الناس الجيران اللي ساكنين حدا خاصكم تعرفوا ان عبد الله فرحان راه تلفقت ليه تهمه ديال التجاره في المخدرات. لفقوا لي 28 حبه، وانتم كلكم كتعرفوا عبد الله انه راه ولد الشعب وانه الشيره ماشي ديالو. عاش الملك، عاش الملك. عبد الرحمن هذاك عين بهذا. عاش الشعب وعاش عاش، عاش الشعب وعاش عاش. غاربه ماشي اوباش، غاربه ماشي اوباش. عاش الشعب وعاش عاش، عاش الشعب وعاش عاش. غاربه ماشي اوباش. يعني كنتباتوا مع الاخوان خلال التصريح ديال الام ديال الضحيه وبعض ابناء الجيران وشقيق الضحيه ان عبد الله فرحان كي كتشوفوا معاه الحام البوست ديالو صدور كيبيع ويشري. انتم الحال على الوضعيه ديال ولد الشعب. خلى هذا الموطور ديالو هنا، انتم كتشوفوا اليوم راه مضرب عن الطعام في اليوم الثاني من الاضراب عن الطعام، مطالبا باعاده فسح التحقيق واسقاط التهم المنسوبه اليه. اللهم ان هذا منكر، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. عاش الشعب وعاش عاش. غاربه ماشي اوباش، غاربه ماشي اوباش.
الشعب ماشي او باش الشعب ماشي او باش حريه كرامه عداله اجتماعيه حريه كرامه عداله اجتماعيه كرامة عدالة اجتماعية حرية كرامة عدالة اجتماعية واك واك على فضيحة واك واك على فضيحة والمخزن عطى الريحة والمخزن عطى الريحة واك واك على فضيحة واك واك على فضيحة والفساد عطى الريحة شوف شوف بعينك شوف 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 المهزلة هذه دولة القتالة هذه دولة القتالة يا لطيف يا لطيف بغاو ناس كتبوا بالسيف والله والله ما فكين غير الدولة كاملين والله والله ما فكين الدولة كاملين الدولة كاملين عبد الله ماشي وحده معايا حنايا كاملين معايا حنايا كاملين والمخزن اللي شتا والمخزن اللي شتا جدينا كاملين جدينا كاملين وحاقدين وكاملين وحاقدين وكاملين حتى إسقاط المجرمين حتى إسقاط المجرمين حرية كرامة عدالة اجتماعية حرية كرامة عدالة اجتماعية بس حنا مواطنين لا حقوق لا قوانين بس حنا مواطنين لا صحة لا تعليم بس حنا مواطنين لا سكن لا تعليم على الزينة وحتى الزينة عبد الله يخرج لينا يعني الاخوان كيف قلنا لكم ان الشكل الاحتجاجي على خلفيه اعتقال عبد الله فرحان البائع المتجول كيف شتو معايا ليها الموطور ديالو صدور كيبيع ويشتري رفعت لي واحد التوهم ديال الاقراص راسو في السجن والمحاضر مطبوخه اليوم كنتسائلوا صلاح المعتقل اين الحين من هاد الدوله ديال الحقيقه اللي كتكلم عليها صلاح المعتقل الشعب يريد صلاح المعتقل الشعب يريد صلاح المعتقل اليوم جينا باش نحتجوا على المعتقل ديالنا عبد الله فرحان اللي شداتو الفرقة مغاربة المخدرات من منطقة مولاي رشيد ولفقت لي تهمة هي التجارة في الأقراص الملوثة واليوم جينا باش نحتجوا على هذه الفرقة وعلى هذا الظلم والجور اللي كتعرض ليه العائلة ديال فرحان كما تعلمون أن العائلة ديال فرحان جل الابناء ديالها مناضلين في حركه 20 فبراير واليوم جينا باش نحتجوا وباش ندينوا هذا التلفيق ديال التهم ماشي غير عبد الله اللي كيلفقوا له التهم الاف ديال ولاد الشعب كيلفقوا لهم التهم هذيك الفرقه تاع مكافحه المخدرات من منطقه مولاي رشيد كتلفع الشباب ديالنا التهم باطله وكما وغنخبرنا الراي العام بان عبد الله فرحان مضرب عن الطعام لمده يومين اليوم هو النهار الثالث هو عنده 72 ساعه غدا غيفضل نهار السبت ان شاء الله يفضل الاضراب عن الطعام وكنخبر جميع الناس لان المحاكمه ديال عبد الله فرحان غدا راه كاينه في المحكمه الابتدائيه بعين السبع مع الصباح
صباح. يعني كيف تبعتوا مع الاخوان هذا الشكل الاحتجاجي كان على خلفيه اعتقال عبد الله فرحان الذي تم تلفيق تهم ديال الاقراص وهو مناضل لحركه 20 فبراير ضمن التنسيق ديال ولاد الشعب ديال التشارك. يعني كيف شفتوا معايا هو الصدور هو كيبيع ويشري اليوم راه في السجن. بلا ما نقول لكم انا راه جبتوا الحشيش من جيوبكم ودخلتوا عليه الدار وصيفطتوا ليه الحبس. اذا اليوم كجيت نقول لكم بان عبد الله فرحان راه هو درتوا ليه الفنيد ودخلتوا للحبس. اذا كنقولوا لهذاك مدير الامن الوطني اللي ما حماش هذيك الفساس من هذاك الاغتصاب ها الامن ديالك اللي كتكلموا عليه في هذه البلاد. اذا اين نحن من دولة الحق والقانون؟ هذه رساله لاعلى سلطه في البلاد باش قولوا لنا واش حنا الا كنا مغاربه احنا قدامكم كنا ماشي مغاربه خويا عطونا نخولكم هذه البلاد هذه باش تبقاو تبانوا بحال الملائكه. وتحيه لجميع الاخوه اللي تابعوا معنا سواء داخل ارض الوطن او خارج ارض الوطن. السلام عليكم.